مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج إنستا شو. ضيفتنا اليوم ممثلة لبنانية بس كمان سورية، الشيء اللي اشتغلته بسوريا يمكن أكثر من اللي اشتغلته بلبنان. مهضومة كتير، لذيذة كتير، عفوية كتير. بدنا نرحب سوا بالممثلة الظريفة نور صعب. أهلا وسهلا بالفنانة اللبنانية اللطيفة الجميلة نور صعب. كيفك يا نور؟ والله أنا كتير مشتقت لك، هاي أول شغلة يا سيف يا حبيب قلبي، وداني شغلة منيحة بهالبيت مثل كل هالعالم عايشين. رمضان كريم وينعاد عليك يا رب، وتكون الظروف هيك أحسن بكتير إن شاء الله السنة الجاي. وينعاد عليك، يعني كنت بتمنى أكون معك باستوديو ونعايد العالم مع بعض، بس يعني للأسف إن شاء الله يا رب هيدي السنة بتكون آخر هالمصايب إن شاء الله. ومن هلأ للعيد تنحل، هلأ هو نعيد سوا إن شاء الله. هو لأن احنا بما أنه ما عم نقدر نجيبكم لعنا ولا عم نقدر نروح لعندكم، فقررنا هيك نتواصل بهي الطريقة يلي هلأ كل العالم عم تتواصل فيها. نور أنت وين هلأ، بلبنان؟ لا أنا أبعد، أنا علقانة باليونان. باليونان؟ علقانة باليونان؟ نعم. شو عم تساوي باليونان؟ صلي شهر ونص هون. والله أنا جيت على أساس أنه بده يتسكر المطار أسبوعين، قلت يا بنت تعالى هون روا، وعم ساوي شيء بيتي هون. أيوة. فجيت وعلقت وبعد المطار بيفتح كل أسبوعين، بقوله بعد أسبوعين. يا عيني يا عيني على العلقة. يا عيني على إن شاء الله هيك تنقضى على السريع وتقدري ترجعي على لبنان بالسلامة يا رب، لأنه اشتقنا لك. طيب نور، نحن هلأ رح نبلش ألعابنا اللي هي مستوحات كلها من الإنستغرام، بما أنه البرنامج اسمه إنستا شو. أول فقرة بهذا البرنامج هي رح تكون فقرة اسمها questions. The questions هي عبارة عن أسئلة سريعة متعلقة بشخصك وبحياتك الخاصة مشان نعرف الناس عليك أكثر. أوكي نور؟ جاهزين. السؤال الأول نور، أنت والدتك سورية وبتجي على سوريا كتير، شو الأماكن اللي بتحبي تزوريها بس تكوني هون؟ هلأ أنا سوريا بلد التاني، فأنا فعلياً ساكنة بالمزي بلاد غربية، بس كل حياتي بقضيها بين الشعلين والحمرة. أكيد كتير بحب بتوما والأصلاع، هو المناطق يعني مثل كل هالعالم. أنت والدتك؟ بس أنه جانا اللي أنت والدتك من الشام؟ بيت الحمصي. يا ميت أهلا يا ميت أهلا، مشان هيك الحلاوة كلها هي طالعة عندك العرق الشامي. كومبينيشن. خلا بيتعلوا من اللبنانية. طيب السؤال الثاني، الانستغرام تبعك مليان مهن مختلفة، يعني حاطة سي في بشكل عام تبعك مليان مهن مختلفة، يعني حاطة مذيعة، ممثلة، مصممة جرافيك، وميت قصة تانية. أنت وين بتلاقي حالك أكتر؟ هاي نفس التهمة اللي بيتهموني إياها إلي، إنه أنت بالك عرفان شو بدك تعمل، مخرج ولا ممثل ولا مقدم ولا مغني ولا كذا. أنت وين بتلاقي حالك أكتر؟ أنا بفهمك سيف بهيدي النقطة، لأنه أنا بعتبر حالي، أنا بقول عن حالي مش ممثل، بقول عن حالي فنانة. الفنان هو كل شيء بالنسبة له، هو آرت، هو فن. فالفنان عن جد بيقدر يغني ويرقص ويمثل ويرسم. هلأ بنمي مطرح أكتر من مطرح، ممكن أشخاص الله ما خلق لهم صوت، بس ما بيعني أنه هن ما بحبوا يغنوا إذا هن ما كان عندهم صوت وإذا هن فنانين. فأنا بعتبر حالي فنانة. كل هول القصص اللي أنت عم تحكي عنها بصبوا بنفس المطرح اللي هو الفن. أنا درست جرافيك ديزاين، سو بيسكلي أنا برسم، فبحبها كتير، بس للأسف آخر فترة ما عندي وقت أصلاً أشتغل فيها، لأنه أنا كنت فاتحة شركتي الخاصة. بخصوص مذيعة كمان، بفترة من الفترات كنت مذيعة ودرست عند أنطوان كاسابيان، عملت دورة مذيعات. وبصراحة تكون صريحة، الشغلة الأساسية اللي خلتني فوت بالإذاعة هو أكيد بحبها، هذا شيء مفروغ منه، بس أنا أهلي كانوا معارضين التمثيل، يمكن هاي أول مرة بقولها. أيوة. فلأنه كانوا معادين التمثيل وأنا درست مسرح، يعني أنا بالجامعة درست مسرح ودرست جرافيك ديزاين. أيوة. فكانوا ما كتير حابين هذا الدومين، سو أقنعتهم أني أعمل مذيعة. فايتة مذيعة وبعدين قلبتي. اكزاكتلي. فأنه شوي قلت أنه بتصير إيه. فبلشت مذيعة، بس لأ أنا بلاقي حالي أكتر شيء كممثلة. حلو.
طيب بما أنه أنت بتلاقي حالك كممثلة أكترسي، بدي أسألك شو السبب أنه أنت عندك أدوار كتيرة بالأعمال التاريخية اللي بتجنبوها بنات جيلك؟ أنا مش قصة لك هلأ، أنا بحب، وهو كان تحدي بالنسبة لإلي. يعني أنا أول ما بلشت، أنت بتعرف خاصة عند اللبنانية، مش كل اللبنانية بيقدروا يشتغلوا بالمسلسلات التاريخية أو البدوي أو هول القصص، لأنه النطق أول شيء، الأحرف اللغة العربية 100%. فأنا أول شيء كان تحدي، وتاني شغلة أنا حدا بحب كتير أن نوع، فحبيت اشتغل كوميدي ودراما وتاريخي، والبدوي كان الأصعب بالنسبة لإلي، وكان التحدي الأكبر أنه أنا فجأة أخذت بطولة مسلسل بدوي وبلعب ثلاث شخصيات، هو درب الشهامة وعم بحكي بدوي وفارسي، ويعني كان شيء كتير صعب. والحمد لله بحس أنه أنا شخصياً راضي عن أدائي، ودليل أنه رجعوا حكيوني على مسلسلات بدوية تانية، فأنه بحس أنه نجحت فيه. براف. فهو تحدي أكتر ما أنه أنا بحب، لا بس أنه أنا أي شيء خاصه بالتمثيل أنا بتبنيه. يعني أنت يعني الألعاب شخصية يكون حبيبتها. أنت تستطيعين التحدث بالفصحى بطلاقة شديدة؟ ليك أنا هلأ أستطيع، بس مش رح أعود هلأ نحكي. بدي شوية تمرين. بس بدي أقولك أنه أنا فتت، يعني دايماً من أول ما بلشت وكان هدفي بلش بسوريا، والحمد لله قدرت بلش بالدراما السورية. بس الفكرة أنه سيف أنا حدا كتير اشتغلت على حالي بقصة اللهجات. طيب. يعني أنا حدا بحكي لبناني وسوري ومصري وبدوي وفصحى البدكة، فهذا الشيء اللي خلاني قد ما فيه اتنوع. طيب السؤال اللي بعده، بنهاية 2019 صرحتي انك مرتبطة، اليوم شو الوضع؟ انا عايزة بدك تسألني هذا الشيء. شو الوضع؟ قربت. ها ما زال الموضوع شغال يعني؟ هذا نفسه الموضوع؟ نفسه تبع بنهاية 2019؟ انه بشرفك انت، لكن خلص يعني بدنا نطمن. بركي 2019 بركي تقتلتي مثلا، بركي تقتلتي مثلا، صار شيء ما صار. لا لا القصه يا ستي، الله يجعل التمام الله يجعل التمام على خير يا رب، وان شاء الله هيك بنكون اول مين بيعرف شو الوضع. طب خلص نور وعد. طب نور، السؤال الاخير بهي الفقره، انت اصلا ما اسمك نور، اسمك فرح، شو القصه؟ اسمي فرح مزبوط. هلا القصه، بدك القصه الحقيقيه ولا يعني؟ لا اذا بدك كذب يعني. كذب. لا القصه انه انا اسمي فرح على الهويه وبورائي، ومن انا وصغيره سموني فرح، بس انا بنت وحيده، فماما واهل امي كانوا حابين يسميني نور، وخاصه خالي الله يرحمه توفى، فبي راح سبق امي، بتعرف انت سجلني فرح. فبس بلشت اكبر حسيت انه اسم نور احسن لإلي واقرب لإلي، فقررت انه انا انقل على نور، وضليتني نور وصرت نور. بس ضل على الوراء. يا ستي ان شاء الله اهلي احبسون ان شاء الله، كل ايامك بتضل نور وفرح يا نور. هاي الفقره خلصت حبيبي، رح ننتقل للفقره الثانيه اللي هي كويز. الفقره الثانيه هي عباره عن اسئله متعلقه بالاعمال اللي قدمتيها، لنعرف قديش انت مطلعة عليها ومتذكرتيها تمام. هلا السؤال الاول، شو كان اسم شخصية جوان الخضر بالثلاثية يلي شاركتي فيها بمسلسل حكم الهوى؟ هل هو عامر او عمر او عمار؟ عمار. أوكي. صح، برافو عليكي. برافو عليكي، برافو عليكي. طيب هاي أول سؤال، رح تربحي عليه 50 ليرة من عنا، لنشوف السؤال أسئلة اللي بعد. شاركتي ببقعة ضوء بالجزء 12 ولا 13 ولا 14؟ 13. برافو عليكي، وهي صاروا 100 ليرة، يا عيني عليكي متذكرة تمام. طيب مين الممثلة اللي لعبت دور العصماء بمسلسل هارون الرشيد؟ هل هي أسيل عمران، كندا حنا، ديما بياعة؟ العصماء. ديما بياع. يا عيني عليكي، وصاروا 150 ليرة، ما شاء الله والله شاطرة باللعبة انتي. طيب أول ظهور لذات الخال قدام هارون الرشيد، بتكون لابسة فستان
أسود ولا أحمر ولا أبيض؟ أول ظهور أوكي أحمر. أحمر يا عيني عليك، وصاروا 200 ليرة. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب السؤال الأخير بهاي الفقرة، السؤال الأخير بهاي الفقرة نور، بخماسية طفلي المتوحد شو كان اسم الطفل؟ يامن ولا رامي ولا تامر؟ رامي. رامي متأكدة من هذا الحكي؟ طفلي رامي. طفلي المتوحد شو كان اسمه؟ لحظة أنت، لحظة 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 لحظة، ابن مين؟ في طفلين مشان بس المتوحد اللي معه توحد. المتوحد سوري. تامر. تامر يا عيني عليك، وصاروا 250 ليرة ما شاء الله حولك، ما شاء الله حولك. طيب رح ننتقل للفقرة الثالثة هلأ دغري. هي فقرة كتير كنت منيحة فيها، جاوبتي كل الأجوبة صح. الفقرة الثالثة اللي هي نو فلتر. بتعرفي نور انت يعني بتستخدمي الانستغرام، بتستخدمي الفلاتر مشان تحلي حالك او تعملي مثلا تحطي مثلا هيك اراني تطلع حالك ارنب او كذا او مدري شو. هاي الفقره نحن بدنا اجوبتك عليها بدون اي فلتر، بدنا تجاوبي بصراحه شديده، وبناء على أوكي. هذه الصراحه بنشوف قديش من ربحك مصاري. طبعا رح تربحي كتير. هلا سيدة انت بتعرفني انا عندي مشكله، والله انا بكره، مش بكره، بحب كثير اكيد حسب مع مين طالعه، بس انا عندي مشكله بصراحتي هي فوتتني بالحيط عادي عادي. انا حدا عادي على فكره، على فكره انا وياك، انا وياكي نفس الشيء، انا وياكي عندي نفس المشكله انا. فما عندنا مشكله، هذا البرنامج صح. الصراحه اسمه السؤال الاول بهي الفقره يا نور، شو اللي بيمنع نور اليوم انها تكون نجمه صف اول بلبنان يلي هو بلد لصناعة النجوم؟ يا هذا جواب صريح صراحة. ايه بدنا بصراحة ما هي؟ ايه هذا هذا كل جواب اذا صريح بتربح عليه 100 ليرة مو 50 ليرة. يا ويلي هذا حتربحنا عليه 2000 ليرة. جوابي هلا. لا بصراحة هو انا يعني بزعل بهذا الموضوع لسبب انه انا بعرف ليش ما في يكون بلبنان. اول شغله انا ماني تابعه على ولا منتج. ايوه اولا لانه بصراحه نحن عنا لا بهمهم موهبه ولا بهمهم شيء انه دارسه ما دارسه، بهمهم كل منتج بيطلع هو النجوم تبعوله وهن وبيصنع النجوم يعني. فما من مصلحته يجيب نور صعب، نور صعب اللي اوريدي بلشت بسوريا وانحسبت على السوريين، فليه بده يجي؟ وأوريدي مطلوبة عربيا يعني، أنا شغلي كله برات لبنان وأنا أوريدي الحمد لله عم بشتغل برا، فإذا هن بدهم يجيبوني ويضووا علي فأنه ما مصلحتهم لأنه أنا ما رح كون تابعة لألهم وما رح أمضي احتكار يعني مع حدا أصلا. أنت برأيك النجمات بلبنان هن النجمات تابعات إلى 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 منتجين؟ طبعا حلو. لا هذا كل حلقة هذا جواب شي... صريح تستاهلي عليه 100 ليرة ببساطة شديدة. السؤال الثاني، البعض بيتهمك بشراء المتابعين على السوشيال ميديا لأنه بيشوفوا تفاوت بين التفاعل وبين الفولوورز، كيف بتردي عليهم؟ أنا حدا أنتي سوشيال ميديا على فكرة يعني، هاي يمكن أول مرة أنا بقولها. أنا حدا أبداً أبداً مني أصحاب مع السوشيال ميديا من كتير زمان وما بعرف يعني بصراحة ما بعرف أتعامل، أو إن حتى ولا مرة بحياتي مثلا أنا طالع لايف ولا مرة عارفة كيف أحكي. فأنا هذا الشيء بخلي يمكن العالم تزعل مني، في كتير عالم بكونوا أوريدي عاملين لي فولو ببطلوا عاملين لي فولو، ما برد على العالم، بس مش لأنه أنا ما بدي رد، أنت بتعرف أنا كيف، بتعرف أنا نفسيتي كيف، بس أنا عن جد ما بعرف يعني، ما بعرف أكمش أحكي مع التليفون أو أحكي مع الكاميرا هيك. فعندي مشكلة أنا بالسوشيال ميديا وعندي مشكلة كتير كبيرة بالسوشيال ميديا، أني أنا شارية ما أنا شارية، أنا أصلاً مني مستلمة قصة السوشيال ميديا. كمان هاي يمكن أول مرة، كان في بنت بتشتغل معي، مش تشتغل معي هي مثل أختي، كانت هي مستلمة السوشيال ميديا، شو عاملة ما شو عاملة ما بعرف، بس أنا سنس هيدا الوقت أنا مش فاتحة السوشيال ميديا، أنا فيسبوك أكتف لأنه أصحابي يعني أنا إذا أنت هذه التهمة بتنفيها تماما عنك إنك أنت ما بتشتري أبدا فولوورز. لو بدي أشتري سوري إنه أنا إذا بدي ألحق وأشتري بشتري كتير طبعا صح. يعني صح إنه إذا بدي لحقت وفت بهيدي الدوامة مثل ما ثلاث أرباع العالم ونحن بالدومين نعرف يعني في ساعتها أشتري أنا ملايين whatever
100%. وخاصة انه هلأ صارت كتير مفتوحة القصة سيف، يعني هلأ انت بتشوف حدا عنده مليون، بلد اكيد محطوط باسامي، بس انه عندهم ملايين بتلاقي عندهم الف لايك، مش منطق. اوكي، السؤال اللي بعده. سبق وصرحتي انك بعيدة على الوسط الفني، انت بتعتبري حالك بعيدة او غير محبوبة بالوسط الفني؟ يمكن انت جاوبتي على هذا السؤال بمعرض جوابك السابق، انك انت بيحسبوكي يعني بيعتبروكي محسوبة على 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 سوريا، كونك طلعتي من سوريا اكثر وبالاعمال العربية، يمكن ما بيحبوكي كثير بالوسط الفني بلبنان. لا انا ليك، هي مش قصة بحبوني او ما بحبوني او انه انا محبوبة او لا. لك شغلة، اول شغلة، انا مش بس محسوبة على السوريين لانه بس اشتغلت وبلشت بسوريا، حتى ما انت بتعرف انه ثلاث ارباع المخرجين السوريين عم يشتغلوا بلبنان. صحيح. يعني انا لليوم سيف انا عامله ما يعادل 22 مسلسل. بدك تقول من هول 22 انا شاغله فيلم سينما مع مخرج لبناني فقط. ايوه. وهلا عم صور مع إلي معلوف مسلسل رصيف الغرباء كمنتج ومخرج لبناني. بس الباقيين كلهم هن من سوريا ومن الاردن. فهي هي القصة كشغل. هلأ كأنا بعيدة عن الدومين أو مش محبوبة، يعني ما بعرف إذا محبوبة أو مش محبوبة، لأنه أنا ماني كتير معاشرتهم. بس أنت أنا ما عندك، بس ما عندك خلطة بشكل عام؟ يعني أنا حدا ما يعني لقلك ليه، مش قصة شيء، أنا الفن بالنسبة لإلي هو شغلي اللي أنا بعشقه، بس تعست ومع هيدا أصحاب مع الكل. طيب هلأ السؤال الأصعب اللي بتوجه لكل النساء يلي ما بيحبوا يجاوبوا عليه، بدنا نجاوبك عليه، بدنا نسألك إياه ونشوف قديش رح تقدري تجاوبي عليه. أنت كم عملية تجميل عاملة؟ لا أنا بجاوب بالعكس، لأنه أنا بالنهاية هذا الشيء ما بقى الواحد فيه خبيه، يعني عامل من خارج، حتى أنه فيه طلع صور الواحد من زمان، يعني طبعاً. أنا عندي صور بيه طلعون عاملة من خارج. ومش بس هون. وبس هلأ إنه بوتوكس، بيبي بوتوكس خفيف مثلاً إذا كان عندي إيه ممكن، بس شوية مش عاملة في شوية إبر يعني فيلرز وكذا وبوتوكس ومدري شو. فيلر لا، لقلك ليه، لأنه الفيلر ليك هلأ الفيلر في عندك نوعين، في فيلر اللي بيكبر الشفاف والخدود وهو القصص. أنا أبداً ومبين على وشي أصلاً. يعني اللي بيعرفني قبل وصوري قبل أصلاً ترك صوري أنا، فهم واضح هذا الموضوع وبيبين. بس انه اذا قصص شوي مثلا ممكن تضبط، اذا تعب تحت العيون ايه ممكن بوتوكس، اذا بلش يكسر الميك اب بالتصوير ممكن اعمل بيبي بوتوكس. القصص اللي هي التزبيط وليس تغيير الشكل. والله ما شاء الله حولك، ما شاء الله حولك، انت حلوه بدون ما تعملي شيء. طيب بتربحي هذا السؤال 100 ليره. هلا انت بتشاركي باعمال مختلفه وبدور بسيط كضيفه شرف، ما بتخافي يحصرك هالشيء عند المنتجين بالادوار اللي مساحتها صغيره؟ لا هولي قبل، يعني أنا معت يعني لقلك شو، أول ما بلشت سيف بالنهاية أنت بدك تعمل سي في، فأول ما بلشت كنت أشتغل أكتر تأقدر بحاجة للظهور مخرجين 100%. بس هذا الشيء قبل، يعني أنا إذا بدك ترجع، أنا صار لي 4 سنين بالوسط عاملة 22 مسلسل، فالطبيعي أنه أنا ما أكون قادر أعمل المسلسلات كلها بطولة. بس يعني أول ما بلشت كان بدي أنا قد ما فيه أكسب خبرة. صحيح، برافو عليك. وبي آر، برافو. وبعدين بلشت لا صرت كتير بكي، وحتى بدي أقول لك شيء، بأدوار اللي أنا بكون ضيفة فهي بكون دور مهم طبعاً. ولا مرة كان دور طبعاً. بس أنه طلعت طبعاً. فلا طيب. بطلت. عظيم عظيم، هذه الإجابة عظيمة. هلأ يا نور نحن هنروح على فاصل وبنرجع منكمل. أوكي. مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع لكم، لا تروحوا لبعيد، راجعين. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بحلقتنا من برنامج إنستا شو مع الفنانة اللطيفة الظريفة نور صعب. كيفك يا نور؟ شلون وضعك هلأ؟ أنا كتير منيحة والله يستر من إجاباتي بعد. هلأ الفقرة اللي عنا إياها الفقرة اللي اسمها إيموجي سلايدر. بتعرفي الإيموجي سلايدر اللي من بيحطوا الناس على الصور، إنه الناس قديش بتحب هاي الشغلة اللي حاطينها، سواء كانت صورة أو تصريح أو كذا. فنحن بدنا اياكي هلا، انا بقول رح اقول لك تصريح، بدنا نشوف قديش انت بتوافقي عليه هذا التصريح، بتعطيني نسبه مئويه لموافقتك على هذا الحكي، ماشي؟ التصريح الاول بيقول: للدراما السوريه اثر بصناعه اسمي اكثر من اللبنانيه. أه
هلأ هيدا السؤال لقلك شو المشكلة كتير عم بتصير عليها لغط هيدا القصة. نحن ما في شك انه قبل التبرير قبل التبرير قبل نور قبل التبرير بدي قديش النسبة اللي بتوافق عليها على هذه العبارة؟ خليني اقول 60% 50% موافق عليها؟ يعني انت في لقلك اوكي خلينا بس نرجع على السؤال لأفهمه صح مشان ما يكون للدراما السورية أثر بصناعة اسمي أكثر من اللبنانية. طيب خليني أقول 60% شفتي شلو غيرنا لك رأيك بس شوي. لقلك لا لقلك ليه بس في فكرة ما أنا بدي وصلك بس لنقطة لأنه هاي كتير عم بتصير فيها لغط. نحنا عم نعتبر انه كدراما سورية كانتاج سوري لانه هلأ نحن عم نحكي يعني انا مسلسلاتي كتير هن انتاج لبناني بس فيهم سوريين ايه. فانت عرفت ومخرج سوري مثلا انا الكاتب هو يعني البطل نجم سوري والمخرج انا بالنسبة لي من اهم المخرجين بالوطن العربي رامي حنا فهو سوري بس هو انتاج لبناني فما بعرف عمين بدي احسه انت عرفت شو قصدي؟ لا نحن عم نحكي على الاعمال اللي تم انتاجها بسوريا غير الاعمال اللي المشتركه. لا شفت هلا اتغير لانه انا ما عاد اشتغلت انا صار لي كثير زمان ما عاد اشتغلت بالدراما بسوريا. طيب خلص مشان هيك خلينا 50% فير انف. العباره الثانيه بتقول السينما اللبنانيه اهم من السينما السوريه. ايه صح. قديش بتوافقي عليه؟ 100% بتوافقي؟ لا خليني اقول 80% لا كمان انا خليني انا في برر صح؟ ايه طبعا تكون موضوعيه بس بسرعه يعني شو خلص بسرعه بس هي لانه السينما اللبنانيه كوميرشال اكثر يعني هي اكثر كوميدي اكثر يعني مثل ما بقولوا يعني ببيعوا ما بعرف يعني في صالات في صالات وفي بيع وفي سوق للسينما في سوق اكزاكتلي إيه بس السينما في سوق للسينما اكثر ايه بس السينما التجاريه السينما السوريه ايه السينما التجاريه شيء والسينما المهمه شيء ثاني ايه بس هيدا اللي بدي اقول لك إيه انه بس اذا بدنا نحكي كفن وارت مشان هيك انه كفن وكموفيز انا لانه ما كثير حاضره افلام لبنانيه اكثر من السوريه بس بسوريا بيشتغلوا اكثر ارت سينما أكثر مش كسينما طيب. سينما أنه تتبيع أوكي طيب هلأ العبارة الرابعة الثالثة قد أعتزل إذا ما حققت نجاح أكبر في الفترة القريبة القادمة ولا 1% ما بتوافي على هذا الحكي نهائيا ما رح تعتزلي يعني طيب العبارة الرابعة الدراما اللبنانية لا تنجح بدون اسم سوري بدون اسم سوري عم نحكي مش بس كممثل كمخرج كمخرج اسم سوري اي اسم 70% بتوافي على هذا الحكي حلو تجربتي في درب الشهامة مرت مرور الكرام بالنسبة للجمهور 10% ما بتوافي على هذا الحكي حسستي لا لأنه حسيتي في أصداء والناس تابعت وكذا و هلا لقلك شو المسلسل منحظ ايوه هيدا شيء اكيد اذا لم يمر مرور الكرام وانت مالك موافقه علي هذا الحكي هلا رح ننتقل للفقره الخامسه يلي هي البول هي عباره عن اسئله بخيارين بدك تختاري احد منهم انا افضل عادل كرم الممثل ام مقدم البرامج مقدم البرامج بتلاقيه أحسن منه كممثل؟ مش قصة أحسن بس يعني ما بعرف ممكن تعودنا عليه أول فترة هلأ كبرنامجه خلص صار أنا بخالفك يعني أنا شخصياً بخالفك تماماً أنا بشوفه ممثل أحسن لا لا لا. كثير مقدم برامج ممثل أيوة. سوري ما بعرف ليش أنا تخربطت بينه وبين هشام حداد سوري لا عم نحكي على عادل كرم نحن
طيب. لا لا الممثل أكيد الممثل. اثنين، الممثل السوري الأفضل في الدراما المشتركة، طيب حسن أم عابد فهد؟ عابد فهد. بتشوفي إنه عابد فهد. حلو. السؤال الثالث، أحب أداء دليدا خليل أو جيسي عبدو؟ لا أكيد 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 جيسي عبدو. جيسي عبدو. يعني وليش بقى أكيد أكيد أكيد؟ لأنه يا عم بقولك أنا عارفة بده بهيد المقابلة ما عارف شو الحال بلا ما بس لا بصراحة إنه جيسي تشوفها ممثلة أكثر. طيب هذا بالنهايه رايك نور، يعني ما بصير حدا يزعل منه، يعني بجوز نحن نحب دليدا exactly. ونحب جيسي، بس انت بتشوفي انه جيسي احسن، ما له علاقه بانك انت ما بتحبي دليدا يعني. طيب الدور الاهم okay. عندك، هل هو ذات الخال في نور في هارون الرشيد ام زمردة في المهلب ابن ابي صفرة؟ لا اكيد ذات الخال. ذات الخال بهارون أكيد. الرشيد اكيد. حلو، بدي اوضح شغله، انا اشتغلت يعني انا اللي صار بلشت بالمهلب، مضيت المهلب كضيفة قبل هارون الرشيد. أيوة. يعني كمان هيدي لأنه كان عبالي أنا أشتغل تاريخي فثاقبت أنه حكيوا معي المهلب، قلت أوكي بجرب حالي كضيفة، وبعدين ثاقبت أنه حكيوا معي كهارون الرشيد وكبطولة، يعني ذات الخال من الشخصيات اللي جدا مهمة وجدا رائعة بالمسلسل، فمشان هيك ثاقبت أنه طلعت هون ضيفة وهون دور قوي. بس كمان طيب. هيدي لا وضحها. السؤال الأخير بهي الفقرة، أفضل تجربتي مع نادين نسيب الجيم أو نادين الراسي؟ نادين الراسي. شو كانت تجربتك مع نادين الراسي؟ نادين الراسي بطفلي المتوحد. بطفلي المتوحد. وليش بتحبيها أكثر؟ نادين الراسي ممثلة. حلو. يا حبيبي. نادين الراسي. لا بإذن الله أنت النظر. بعد هاي الحلقة رح تفوتي بالحيط بالوسط الفني. أنا شكلي حاعد بلا شغل، أنا زعلت بلا شغل، أنت بس بدك تشتري المسلسل بدك تجيبني تاني. لا مش قصة شيء، أنا بحبها لنادين دقيقة شوي، أنا اشتغلت مع نادين جيم بالهيبة، ونادين جيم صار ما فينا ايه ما طبعا. في حدا يحكي على هذا الموضوع، بس أنا عم بحكيك أنا حدا دارس وبعتقد صار عندي خبرة وعم قيم كمشاهد، يعني عرفت شو قصدي؟ إنه نادين الراسي فعلا حدا ممثل، ونادين الراسي اشتغلت كتير أدوار ما خاصة ببعض، نادين جيم هي نجمة بس نفس الشيء، يعني عرفت شو قصدي؟ بكل أحوال هي نور، مشان ما يعني نبتعد كتير عن القصة، هي بتضل هي بالنهاية آراء شخصية، لا لن تغير شيء في واقع لا نادين نسيب الجيم ولا نادين الراسي، حقيقة اثنين ممثلات عم يشتغلوا بطريقة معينة، في حدا يمكن بيتفوق على حدا بشيء، حدا تاني بيتفوق على حدا بشيء، بس نحن بنحترم رأيك وبنحترم صراحتك. هلأ الفقرة الأخيرة اللي هي المنشن، فقرتنا الأخيرة اللي بدك تعملي منشن لحدا تتحدي إنه يظهر بهذا البرنامج من رفقاتك أو من رفيقاتك الممثلين أو الممثلات، ففيكي تنقلي هذا التحدي لحدا؟ أنقل هذا التحدي لحدا؟ شاب أو بنت صح؟ يلي بدك. أمل عرفي. أمل عرفي، ونحن بدورنا رح ننقل هذا التحدي لأمل عرفي لتكون ضيفة ببرنامجنا. شكرا كتير يا نور، إن شاء الله رمضان كريم بينعاد عليكي، وإن شاء الله الشغلة اللي عم تطبخيها باليونان تنطبخ وتطلع مستوية وطيبة كتير، ونتمنى لك السعادة والحب والفرح بكل حياتك. Thank you إلك سيف، وأنا بس بدي أقول شيء بليز للعالم كله اللي عم تحضرني، صح للعالم اللي عم تحضرني، إنه بليز بليز ما حدا يزعل مني، أنا حدا مشكلتي بالحياة وبولا أنا ما بعرف لا كذب ولا خبي ولا مثل، يعني أنا حتى ما بعرف مثل أو إنه to pretend إنه شيء تاني، أنا حدا هالقد عفوي هالقد بحب أحكي اللي بقلبي، فبتمنى ما حدا يزعل مني. ما حدا رح يزعل. البرنامج ما حدا رح يزعل. هذا البرنامج هذا رأيي. أهلا وسهلا فيك يا نور. Thank you رمضان كريم عليك وعلى الكل. أهلا وسهلا فيك. أعزائي المشاهدين، حلقتنا اليوم من برنامج انستا شو خلصت، انطرونا بكرة مع ضيف جديد وحلقة جديدة. باي.